محضر نتيجة فرز اقتراح لاختيار أعضاء جدد لهيئة كبار العلماء. إنه في يوم الأربعاء 12/04/1437 25 نوفمبر 2015 من مقر ديوان مشيخة الأزهر الشريف اجتمعت هيئة كبار العلماء في جلستها رقم 17 لسنة 2015 ميلادية، وكلفت لجنة للإشراف على عملية الاقتراع السري وفرز الأصوات لاختيار أعضاء جدد لعضوية هيئة كبار العلماء. وقد حصلت الأسماء الآتية على تصويت أغلبية الأعضاء الحاضرين، وتعتبر هي الأسماء الفائزة بعضوية هيئة الكبار، وهم أستاذ الدكتور عبد العزيز النصر، عبد العزيز النفاع، أستاذ الدكتور محمد ربيع، محمد الجوهري، أستاذ الدكتور عبد الشافي، عبد اللطيف عبد الشافي. هذا وقد أقفل المحضر في ساعته وتاريخه.